لإنجاز هذا الموديل سنقوم باستعمال الباترون المبسط. هنا الباترون المبسط الإنجليزي قيمة الأريحية 2 سنتيم. قمت برسم لي الباترون هنا بين الخصر والصدر، قمت بتقسيم الباترون أي المنتصف، وهنا الجزء الطول الكلي بهذا الشكل. بالنسبة لهذا الجزء السفلي يمكن أخذ نصف هذه القيمة وعمل توسيعة لأن القطعة غير واسعة جدا، أو يمكن التوسيعة أن تكون هذه القيمة مرتين. بالنسبة لي سأقوم باختيار نصف المسافة وإضافتها هنا حتى نقوم بالتوسعة. ابتداء من منتصف الأمام سأقوم بتحديد سنتيم ونصف قيمة الأزرار. نقوم برسمها بهذا الشكل من الباترون. قمت برسم الكم الأساس. من خلال الصورة يتضح أن الكم واسع على مستوى الطول الكلي. سأقوم بإضافة نصف القيمة. بالنسبة لطريقة توسيعة الكم يمكن استعمال هذه الطريقة، وهنا يكون الكم واسع بشكل كلي، أو يمكن تحديد منتصف الطول الكلي للكم. هنا نقطة المنتصف، ثم نقوم بإيصال هذه النقطة مع الطول الكلي بهذا الشكل. هنا في هذه القطعة تم عمل هذا الجزء من الدونتيل على الكم وعلى الرقبة، أي على مستوى الكم، فقط نقوم بالتركيب أعلى أو فوق الكم ونقوم بالخياطة. هنا قمت بإعادة رسم لهذا الكم. بالنسبة لطريقة تركيب الدونتيل على القطعة، هنا على مستوى الرقبة ستكون البداية في منتصف الأمام بهذا الشكل، ثم نقوم بعمل طيات ونقوم بالخياطة على مستوى الرقبة الأمام والخلف. بالنسبة للكم ستكون بشكل خط مستقيم، أيضا سنقوم بعمل طيات بهذا الشكل. وهنا سيكون مكان تركيب الدونتيل. يجب على أن يكون هناك فرق بين الدونتيل في الطول الكلي مع الكم، أي هناك مسافة أو فراغ أو فرق بين الدونتيل والكم حتى يظهر الكم أسفل الدونتيل. وهنا سيكون شكل الطيات. هنا بالنسبة للقطعة الرئيسية الجزء السفلي والجزء العلوي، وهنا هذه القطعة الخاصة بالأزرار. بالنسبة لهذه القطعة الخاصة بالأزرار يتم تفصيلها بهذا الشكل، أي نقوم بطي القماش ونقوم بالتفصيل، ثم نقوم بالطي والخياطة. وهنا بالنسبة لهذا الجزء السفلي نقوم بعمل طيات بهذا الشكل حتى
يصبح هذا الجزء مساوي لقيمة الخصل، ثم نقوم بالخياطة على أو فوق القطعة بهذا الشكل. عند الخياطة نقوم بتركيب شريط يكون داخل القماش بهذا الشكل. هنا ظهر القطعة وهنا الوجه، أي أن الشريط يتم تركيبه من الداخل، وهنا تكون فتحة مرور الشريط حتى نتمكن من سحب القطعة. هنا قمت بتفصيل الأمام كامل. هنا سأقوم بتحديد مكان قيمة الأزرار سنتيم ونصف، عند الخياطة والتركيب نحصل على هذا الشكل. بالنسبة للرقبة يمكن توسيعة الرقبة 1 سنتيم واحد، وهنا مكان تركيب الدونتيل. بالنسبة لهذه القطعة يمكن عمل كشكشة أو طيات صغيرة. نقوم بخياطة القطعتين مع بعض. نقوم بتركيب القطعة بهذا الشكل، أي قطعة فوق قطعة، ثم نقوم بالخياطة على سنتيم واحد. هنا داخل القطعة نقوم بأخذ شريط من القماش، يكون عرض الشريط 2 سنتيم كحد أقصى. ويتم التركيب بهذا الشكل، تكون الخياطة على 0.5 سنتيم على طرفي الشريط. أي الخياطة ستكون بهذا الشكل على طرف أو طرفي هذا الشريط، وهنا سيكون مكان فتحة بهذا الشكل، مكان مرور شريط آخر حتى نقوم بسحب القطعة. هنا يجب عمل هذه الفتحة أولا قبل خياطة هذا الشريط من الداخل.
نقوم بتركيب الشريط الذي سيساعد على سحب القطعة بهذا الشكل. ثم نقوم بخياطة هذه القطعة التي ستخفي الشريط وأيضا ستساعد على سحب القطعة على مستوى الخصر. ثم نقوم بالخياطة على طرفي الشريط بهذا الشكل.